الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم. في يوم 24 من إبريل، والذي سيكون بداية لشرارة الدعوة المباركة انتفاضة الأعراب، أعلنوا بأني سوف أنزل الميدان لابسا كفني وشاهرا سيفي دفاعا عن عرضي، وسأسفك الدم وأنسفك دمي، وسأتقدم بعون الله ومدده لردع أي معتد تلطخت أيديه بمس عفة وكرامة حرائرنا الشريفات، كما أدعو الأحرار الغيار للمشاركة الاستشهادية دفاعا عن عرضنا وكرامتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.